بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الدراسات العليا Postgraduate student PhD في محاورة حول البلازما فيزيكس، ونستكمل المقدمة حول الفيزياء البلازما، ونستكمل أهم المواضيع اللي ممكن أنه نطرحها ضمن هذا البند أو الشابتر. تكلمنا سابقا أنه البلازما هي عبارة عن جسيمات مشحونة ومتحركة، وتتحرك بشكل أساسي حول خطوط مجال المغناطيسي، حيث يتم قنصها من قبل خطوط المجال المغناطيسي. يعني معظم البلازما الحقيقية تكون موجودة ضمن مجالات مغناطيسية حقيقية، وتدور حولها بحركة جيريشنز، حركة لولبية تقريبا، بنصف قطر. طبعا هنتطرق إلى فيما بعد نصف قطر لارمر راديوس. الآن هنتكلم عن صفة أساسية في تعريف البلازما، وهي الكوازي نيوتراليتي وعندي الكولكتيف بيهافير. الكوازي نيوتراليتي اللي هي of the plasma means that the density of the negative and positive charge are almost equal. يعني عدد الجسيمات المشحونة السالبة تساوي كثافة الجسيمات المشحونة الموجبة. In the case of the plasma containing only singly upon charge ions, this means that لو أخذنا بلازما ذا صفة تكون يعني تكون بها جسيمات أحادية. This means that إنه الـ Ni is equal to Ne، معادلة رقم واحد. In the presence of the multiple charge ions، لو يكون عندي العديد من الجسيمات فإن معادلة رقم واحد راح تكون محاورة بالشكل التالي. إذا فرضنا إنه Z هو الـ charge number of the positive ions and Nz the density of the Z times charge ions, then we can have، رح نحصل على العلاقة التالية الـ Ne summations، التعداد مالت Z رح يضرب العدد عدد الجسيمات اللي هي Z مضروبة في الكثافة الجسيمات. حتى نحصل على درجة التأيون في منظومة ما أو سيستم ما، يعتمد هذا على كثافة الجسيمات وليست المشحونة، ليست الكثافات المشحونة. يعني the degree of ionization is defined with the particle density، مع كثافات الجسيمات، not with the charge density، ليس مع كثافة الجسيمات المشحونة. فأنا عندي there are two definitions. The degree of ionization is equal to summation Z and Z مقسومة على المقام Na زائدا summation لZ، تعداد Z and Z. طبعا هذا Z لازق ويا summations، أنا بقدر أخلي لي جواب يعني التصميم بالمعادلة كان بهذا الشكل، فهذا Z مو من ضمن المعادلة اللي يكون قريب من summation، هذا هو التعداد الخاص بالsummation. وعندي أيضا ionization degree prime اللي هي تمثل ياه بالرمز هذا الإيتا I prime، يساوي لنا summation Z على الـ Nz Na. طبعا ألاحظ بالمعادلة الثانية اختفاء الـ summation من المقام. Note that A represent neutral density. الإيتا I prime is an approximation of إيتا I، يعني المعادلة الثانية تقريب للمعادلة الأولى. لو كانت قيمة الـ ionization of degree أقل بكثير من الواحد، فهذه represent the usual case اللي هي تعتبر حالة not plasma. يعني إذا كانت نسبة التأيون قليلة جدا في غاز ما، فهو يعتبر غاز اعتيادي وليس بلازما. Typical value of eta I for plasma in ion source is a range of 10 minus 5 إلى 10 ناقص 3. وأيضا عندي طبعا هاي اعتمادا على مرجع، كتاب مرجع ومو حديث طبعا، فاحنا يعني ممكن تكون هاي القيمة غير ثابتة، بس احنا بدنا نعطي التيبيكال فاليو. الفولي ايونايزد بلازما ويل هاف او ويل بي ايكوال تو 1، يعني درجة التأيون للبلازما ذات التأيون التام لازم ان تكون قيمتها 1. واحنا قلنا يجب ان نفرق ما بين البلازما ذات التأيون التام والبلازما تكون جزيئية ذات التأيون التام. هذا يعني أنه عدد الجسيمات المشحونة أكبر بكثير من عدد الجسيمات المتعادلة.
في حين في حالة البارشل أيونايزد فلا يشترط أن تكون عندي نسبة التأيون عالية جدا ومع وجود عدد كبير جدا من الجسيمات المتعادلة. The meaning of coupled plasma هو واحد من المواضيع اللي أشرنا إلى سابقا، نمط الترابط اللي موجود بالبلازما وتصنف حسب نوع التفاعلات اللي تكون بين الجسيمات حسب تأثير جسيمة على جسيمة أخرى. فعندي ما يسمى بالسترونج كابولد بلازما وعندي الويكلي كابولد بلازما. فرح نعرف الآن مصطلحات أساسية وما رح ندخل تفاصيل الاشتقاق العام إليه ولا الكومبليكيتد فور ذا سبجكت، يعني إن هذا موضوع معقد وطويل فإحنا ما رح ندخل به، حسب الحاجة نتطرق للمعلومات الأساسية اللي بيه. Let us define the average kinetic distance between particles. فحتى نعرف المسافة أو معدل المسافة اللي تكون موجودة بين الجسيمات رح أرمز لها بالR دي تساوي إن N ناقصا 1 على 3. The distance of the closest approach، المسافة اللي أقرب تقريب بين الجسيمات هي الR C وتساوي إن E سكوير على 4 باي أبسلون نوت T. Where RC is the distance at which the column energy. يعني الـ RC مثل لي هي المسافة المسموح بها حسب قانون كولوم. فعندي الـ U as a function of RV تساوي لنا نصف MV سكوير ناقص E سكوير على الـ 4 باي أبسلون نوت T. The coupling parameter gamma will have this formula اللي تمثل لي إياها الـ RC over RD and approximate راح تساوي لنا 1 على 4 باي ان نوت لندا دي تكعيب مرفوعة للأس 2 على 3. وإذا تذكرون الان واللندا دي هي تمثل لي المتغيرات الموجودة في قانون الان دي أو ما يسمى بعدد الجسيمات في كرة السفير، حيث أذكركم بي عدد الجسيمات في كرة السفير كانت هي عبارة عن 4 على 3 باي لندا دي تكعيب مضروبة في الكثافة. فاني عندي الآن الكثافة وعندي لندا دي 3 فلهذا راح نقول approximate لأن ما عندي ال 4 over 3 باي راح تكون غير موجودة وهي عبارة عن ثابت يعني ما راح تكون لها تأثير كبير على القانون. فالقانون النهائي حيكون approximate 1 على 4 باي 1 على ND مرفوع على الأس 2 على 3 لأن دي للتعريف والتأكيد هي ال particle density in the debate sphere. The significance of the ratio RT over RC which is used to make this condition. يعني عندي الآن شرطين أساسية حتى أحصل على نمط أو شكل البلازما الأساسي. إذا كانت هذه الريشيو هذه القيمة is small فthe charged particles are dominated by one another electrostatic influence. راح يتم التأثير بالجسيمات واحدة بالأخرى من خلال التأثيرات الإلكتروستاتيك إلها. وأكيد راح يكون الكينيتيك إنرجي by small. ليش؟ لأن المواد الحركية راح يكون بس مربوطة من خلال الإلكتروستاتيك وتأثيراتها بين جسيمة وأخرى. Such plasma are termed to be or to say a strongly coupled plasma. يعني strongly coupled plasma dominated by the one other or charged by another by the electrostatic influence. وتكون الكينيتيك إنرجي لها صغيرة جدا. When this ratio parameters is large لو كانت الـ RD على RC كبيرة typical particles are electrostatically influenced by all of the other particles. هنا الاختلاف عن الحالة الأولى أنه الجسيمة راح يكون تأثيرها الإلكتروستاتيكي بكل الجسيمات ضمن كرة سفير في كل الجسيمات الموجودة ضمن ديباي سفير. But it rarely causes any sudden change in its motion. لكن من غير المعتاد أو من النادر حدوث أي تغيير أيضا في حركته. Such a plasma are termed as weakly coupled plasma. تدعى هذه النمط اللي تكون أيضا التأثيرات الإلكتروستاتيكية للجسيمة خلال كل الجسيمات ومن كرة السفير تدعى بالweakly coupled plasma. عادة strongly coupled plasma tends to be cold and dense. تميل طبعا تكون بارده وكثيفة في نفس الوقت. Whereas weakly coupled plasma tend to be diffuse and hot. نلاحظ بينما الـ weakly coupled plasma بما أنه هي حارة ستميل إلى الانتشار وطبعا إلى الكوليجنز وإلى التصادمات وإلى الحركية العالية. إذا الفرق بيناتهم الأولى تكون باردة وكثيفة والثانية تكون hot حارة ومنتشرة.
هاي بشكل ملخص سريع ما يسمى بمصطلحي كابلد بلازما. ندخل على البلازما الممغنطة أو الماغنتايزد بلازما. A magnetized plasma is one in which the ambient magnetic field B is strong enough to alter particle trajectories. إذن طبعا تحمل البي كتبتها تكون بولت، فكل بولت موجودة ضمن الكتابة أو ضمن الكلام راح تكون عبارة عن فاكتورز مثل ما هو معروف. فإذا البلازما الممغنطة هي واحدة اللي تكون بها المجالات المغناطيسية لها القدرة على انحراف أو تغيير مسار البارتكلز. وإحنا ذكرنا سابقا أنه البلازما إذا ما وجد مجالات مغناطيسية فرح تعاني من حالة جيريشنز اللي هي دوران حول خطوط المجال المغناطيسي، وبالتالي ممكن تصل إلى حالة الكونفايمنت إذا ما حدث عندي انحناء أو تدرج في قيمة المجال المغناطيسي. فإذا واحدة من الصفات الأساسية لو وضعنا بلازما في مجال مغناطيسي فإن الجسيمات راح تتحرك بشكل جيريشنز لو لم يحب خطوط المجال المغناطيسي. Magnetized plasma is anisotropic, responding to forces that affect B القوة which are parallel and perpendicular to the directions of the B. معظم التفاصيل راح نشرحها بالنسبة للقوة والحركة المؤثرة على الجسيمات تعتمد على حركتها بالنسبة للمجال المغناطيسي. فإذا كانت حركتها parallel مثل ما ذكرنا سابقا إذا تذكرون في محاضرة T temperature كانت درجتين، إذا كانت parallel أو طبعا درجتين إذا كانت عندي إلكترونات أو أيونات تكون parallel، وعمودية عندي أيضا درجتين للعمودية للإلكترون والأيون. وأيضا بالنسبة للفورسز وهذا كله يعتمد على حركة الجسيم مع أو عمودي، وطبعا الجسيم هو مو كيف يمشي عمودي أو معه، فإذا كانت طاقته صغيرة جدا فرح يتم قاصة من أحد خطوط المجال المغناطيسي، يعني فقد الطاقة الحركية لك فيتم قاصة من خلال خطوط المجال المغناطيسي. أما إذا كان الجسيم وهو يتحرك بشكل عمودي على المجال المغناطيسي وكان طاقته كبيرة جدا فهو في كل مرحلة تصادم مع خطوط المجال يفقد جزء من طاقته، إلى أن إذا كانت طاقته الحركية عالية ممكن يتحرر ويخرج من منطقة المجال، وإذا كانت طاقته قليلة أو توقفت فرح يتم عملية جريشن زي الجسيم. رح نرجع طبعا حتى نحلل نوع الحركة والسرعة ومساحات اللي تحركها الجسيمات. رح نحتاج إلى موضوع أو إلى معادلة الوحيدة اللي نستخدمها هي لورانس فاكتورز أو لو فورس. لورانس فورس اللي هي F تساوي Q نفتح براكت E زائد V كروس B. طبعا بما أن أقول كروس يعني هنا العملية المتغيرات كلها تكون فاكتور. ألاحظ الـ E اختفت من معادلة رقم واحد، بالمعادلة الأصلية كان أكو عندي E في المعادلة رقم واحد اختفت الـ E، لأن الـ E احنا نفرضها هنا صفر من أجل إيجاد التأثير الحقيقي للمجال المغناطيسي، يعني حتى ألقي التأثيرات الصافية نسميها net pure يعني to magnetic field راح أصفر الـ electric field وآخذ المجال المغناطيسي يكون uniform. وقلنا اليونيفورم يعني لا تتغير قيمته مهما غيرت مكان، يعني إذا كنت في النقطة ألف أو النقطة باء فقيمة المجال هي نفسها في كل مكان، يعني لا تتغير مع الأر. فالبي هي عندي يونيفورم والإي صفرناها حسب الفرضية اللي فرضناها أحلى، فرح نحصل من العلاقة رقم واحد العلاقة رقم اثنين اللي هي الان بي أوبر تي تساوي كيو بي كروس بي. رح ناخذ زد تو بي دايركشنز اوف ذا بي مو من الكتب البلازميه، تاخذ البي يكون اتجاه البي المجال المغناطيسي مع اتجاه الزد، يعني عندي اكس واي زد راح يكون البي اتجاهها مع الزد. واحنا راح نحتاج هنا لان راح نفتح الكروس برودكت عندي في كروس بي راح يتم تحليله بثلاث كومبوننت للاكس والواي والزد. فعندي الفي كروس بي هي في بي ساين ثيتا وساين صفر طبعا صفر ساين 90 واحد، فلازم تكون العلاقة متعامدة، إذا كانت parallel راح تكون zero. فالمركبات اللي أمامنا الآن m v dot x تساوي لنا q b v x وليست r، هذه هي x وعفواً وليست عفواً هذه هي y. ال b المكتوبة as r هي v y أصلاً حصل لكم إياها بالمحاضرات، وعندي ال m v y dot تساوي لي minus q b v x، وعندي مركبة الزاد راح تكون زيرو لأنه المجال يسير موازي للمحور فراح يكون العلاقة بيناتهم زيرو، يعني السرعة مع المجال المغناطيسي راح تكون زيرو لأنه بارو. معادلة رقم أربعة اللي هي A والB مثل المشتقة الثانية الـ E الـ M V X double dot تساوي لنا Q B over M V dot Y.
وتساوي لهذا المقدار الثابت اللي هو كيو بي على ام تربيع في اكس. وايضا لمعادله 4 بي الام في واي دبل دوت المشتقه الثانيه للفي واي تساوي لنا كيو بي اوفر ام المشتقه الاولى للاكس وتساوي ماينس كيو بي على ام مرفوع للاس 2 في السرعه باتجاه الواي. Second one, frequency هو الأوميجا C سوينا QB over M which is always positive يعني قيمة تتغير. Then we take circular orbit of the guiding center X0, Y0. طبعا هذه X والY تمثل لي center مال الحركة يعني الدائرة اللي يكونها الجسيم في حركة لولبية. Center لهذه الدائرة هو X0, Y0 which is fixed and called larmor radius or gyro radius وتدعى بlarmor radius اللي تعطى بالعلاقة التالية الفي العمودية على الأوميجا سي. وهذا طبعا الموضوع لكم هوم وورك فمعظم الهوم وركات اللي أنطيها تجمعوها إن شاء الله يمكم ومن نلتقي سلموا إياها. The directions of the gyration is always such that the magnetic field generated particle is opposite to the externally imposed field. إذا نمط الدوران يكون دائما المجال المغناطيسي المولد للجسيمات لأن الجسيمات عندها مجال مغناطيسي يكون opposite to the external imposed field يعني المجال المغناطيسي المسلط راح يواجه المجال المغناطيسي الداخلي اللي تولد الجسيمات لكن كلاهما يكون متعاكس. النقطة اللي يكون عندي فيها محاولة الجسيمات لتقليل قوة المجال المغناطيسي عليها في تلك النقطة تدعى البلازما أرضية ماجنتيك يعني ثنائية التمغنط في المنطقة اللي تكون فيها عندها مجال المغناطيسي الداخلي موجود ويحاول أن يتخلص من قيمة المجال المغناطيسي الخارجي في النقطة اللي يكون فيها تأثير مجالي موجود تدعى دايا ماجنتيك. There is distinct gyro radius for each species plus or minus يعني إلكترون أو أيون كل منها راح يكون لها radius خاص بها when species temperature are comparable يعني تم إخذها are comparable the electron gyro radius is smaller than the ion gyrations يعني دوران الإلكترونات يكون أصغر بكثير جدا من دوران الأيونات ويكون متعاكس أيضا معها. ألاحظ الآن أنه الإلكترون بسبب طبعا سرعته وصغر الكتلة مالته راح يكون يسوي لي 2000 دورة قياسا إلى الأيونات اللي يسوي لي دورة واحدة فقط. وهنا ألاحظ العلاقة أو الدائرة هذه السنتر بين السنتر وحدود الدورة يعتبر هذا هو الأرمر ريديس يعني نصف قطر الدوران لكل دائرة من هذه الدوائر اللي يصلها. وإذا أنت علاقة تربط بين لارمر ريديس للإلكترونات واللارمر ريديس للأيونات خلال العلاقة التالية اللي هي تمثل إياها بالثابت اللي يكون متغير يعني الـ ME over MI نصف يعني لارمر ريديس أيونز على لارمر ريديس إلكترونز عفوا على اللارمر ريديس أيون يساوي لنا تقريبا ME over MI للمرفوع للأس نصف. بلازما is said to be magnetized. تعتبر هذه هي magnetized البلازما ومغنطة كليا. If the length scale L is larger than the larmor radius. إذا كان scale L أعلى بكثير من larmor radius هذا تعتبر البلازما magnetized. Magnetized plasma refer to both species electron and ion are magnetized. The magnetized parameters can be measured by sigma is equal to larmor radius على ال capital. بلازما بيتا هنتعرف الآن على ما يسمى ب واحدة من أساسيات البلازما اللي هي البيتا أو البلازما ويتمثل لي ضغط الجسيمات يعني ضغط البلازما على ضغط المجال المغناطيسي. The fundamental measure of the magnetic field effect of the plasma is the magnetization parameters. Beta parameter beta is defined as the ratio of the thermal energy kinetic of thermal energy density NKT to the magnetic energy density. وتعطى العلاقة التالية B زائد ال B سكوير على 2 يساوي لنا قيمة ثابتة و البيتا فيما بعد راح تساوي لنا summation NKT لأن البي هي الـ NKT وراح ناخذ summation لأن أنا عندي العديد من الجسيمات على البي سكوير أوفر 2 ميو نوت يعني معنى particle pressure اللي معناها بلازما على الماجنتيك فيلد pressure. Summation is the sum of the particle species طبعا هو مثل اللي جمع اللي هي الجسيمات الموجودة عندي كانت أيون عدد الأيونات أو الإلكترونات عدد الإلكترونات.
If beta is equal to 1, plasma in which diamagnetic current generate field exactly equally and opposite to the externally generate uniform magnetic field. يعني إذا أرجع للعلاقة السابقة إذا كانت قيمة البيتا is equal to 1 هذا يعني إنه ضغط البلازما يساوي ضغط المجالات المغناطيسية. There are two regions, regions of a plasma without field. وهذا يعني without field يعني معناته أنه يوجد تأثيرات البلازما فقط. وإذا كان دي regions of a field without plasma يعني هنا منطقة تأثير المجالات بدون وجود تأثير ضغط البلازما. يعني المناطق اللي تكون ذات تأثير الفيلد لا يظهر عندي بها تأثير البلازما إنما يكون الدومينز للمجال المغناطيسي بينما المجالات الأولى اللي تكون مناطق أو ذا بلازما وهو يظهر تأثير البرشر والدنسيتي للبلازما بدون وجود تأثيرات المجال المغناطيسي. Then to make a plasma magnetically confined it should be beta less than 1 حتى تكون عندي عملية قنص للبلازما بشكل مغناطيسي وهي طبعا احنا نتطرق لها ايضا فيما بعد عملية حصر البلازما ضمن المجالات المغناطيسية يجب ان تكون بيتا معامل بيتا اصغر من 1 طبعا هذا واحد من البارامترات المهمة جدا اللي ممكن طلبة الدراسات العليا يدرسوها لكثير من الأنظمة حتى يعرفون مناطق تأثير البلازما تأثيرات مجال او تأثيرات البلازما ندخل إلى آخر موضوع موجود عندي بالإنترودكشنز اللي هو الهيراركي أو ذا بلازما فينومينا التسلسل الهرمي لظاهرة البلازما أو للتقريب لظاهرة البلازما رح ندرس البلازما فينومينا تقسم إلى اثنين سينجل بارتيكل موشن حركة جسيمة واحدة وهو واحد من الموديلات الأساسية اللي ندرس بها البلازما وهو موديل نوت كوركت يعني مو دقيق لأن البلازما لا يمكن تقاس بجسيمة واحدة لكن احنا ندرسها للتبسيط وممكن يتطور الى ما يسمى بالفلويد موديل اللي ناخذ المرحله الاخيره من هذا التسلسل وممكن تقسم ايضا البلازما فينومينا الى ديستريبيوشنز فانكشن دوال التوزيع اللي ممكن تستخدم بالبلازما وهذه اثنينها ممكن تدخل الحالتين تدخل على البورتزمان ايكويشنز ومنها الى المومنت اوف البورتزمان ايكويشنز تقسم الى اثنين سنجل فلويد ماجنيتو هايدرو دايناميك يعني الـ MHD اللي هي Magneto Hydrodynamics وأيضا الجزء الثاني اللي هو Multiple Fluid اللي هو Multiple Fluid هذا يمثل لي الهيراركي عفوا of the plasma phenomena ورح ندرس معظم هذه اللي ذكرناها بالتفاصيل الرسم راح يتم دراستها بالتفصيل بالنسبة لكم الكثير منها هدخل عليه بشكل سريع والبعض راح ندخل عليه بالتفصيل ونشوف نمط النتائج أو المعادلات اللي ممكن نستخدمها أشكركم لإصغائكم وإن شاء الله نلتقي بمحاضرة جديدة من هذا الموضوع تحياتي لكم جميعاً